شمابو وبرو روحو حيو قديشو حضلوه شريرو أمين. طوبيك أفرات إمود ملكي ددنا حمين خمور ملكي ميخو سبرخ من علامو متحد حيا ولو متدركين طوب العينيك تقدم كل قبلوي لخشوي تحزنوي كاددنا لريشو دبركوتو شورو يد حد وتو شقالتي وقدم كولو ماني دخوت عاشينو وطعينو المراد ملكي بيصيرين روزي وطفسي وفيلوتو تكول حازوي ودا وَمُنَا
حج الكون وافى مقصيا عنا الردى ولد اليوم المسيح وانجلى نور الهدى أشرقت شمس سناه بجناحيها الشفا وبها الحزن انتفى والبلاء عنا اختفى وبها الحزن انتفى والبلاء عنا اختفى فارفعوا صوت الثناء بأناشيد السرور يا يسوع لا كحمدا دائما طول الدهور يا يسوع لا كحمدا دائما طول الدهور أيها الأحباء أمسية ميلادية مباركة وسعيدة عليكم في هذه الليلة المباركة ما قبل تقريبا يوم أو ساعات أكثر من ذلك لكي ندخل في العام الجديد 2021 احتفلنا بعيد الميلاد قبل حوالي 5 أيام وعملنا صلوات وقداديس وتراتيل ولكن نظرا لأن القداديس يطلب المؤمنين أن تكون قصيرة فلم نرتل ولم نصلي صلوات كثيرة جدا صلوات ميلادية مهمة جدا تراتيل عذبة جدا ومعانيها عظيمة لذلك رأيت أن نعمل اليوم هذه السهرة والأمسية الميلادية بدل غدا الخميس لأننا نلتقي دائما يوم الخميس ولكن لأنها ليلة رأس السنة والعالم كله مشغول بالاحتفالات واللقاءات مع الأهل والأقارب ذلك رأينا أن نسبق ذلك بيوم واحد هذه الليلة ولا يمضي عيد الميلاد بدون أن نسمع ونشارك ونصلي ونرتل وننغم ونسبح الله بهذه التراتيل الميلادية الجميلة ما زلنا أيها الأحباء نعيش احتفالاتنا الروحية بعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح بالجسد كما يقول الأصحاح الأول من بشارة وإنجيل مار يوحنا الرسول إن الرب يسوع له ميلادان ميلاد أزلي قبل الأزمان وميلاد في ملء الزمان عندما تجسد من أحشاء السيدة العذراء وصار إنسانا كاملا شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة ربنا يسوع موجود قبل الأزمان قبل أن وهو الذي خلق البشر وخلق الطبيعة والأكوان كلها حيثما ومتى وجد الآب فالابن كان موجود معه والروح القدس لأننا نقول إن الآب السماوي هو الكائن الحي بروحه والعاقل والذي يفكر بعقله أي بابنه أي بكلمته فدائما هذا الكائن الثالوث موجود مع بعضه البعض الكائن الحي الناطق فربنا يسوع هو النطق وهو العقل وهو الكلمة التي خرجت من فم الله خرجت الكلمة
وتجسدت في أحشاء العذراء، رغم أنها خرجت لكنها باقية في عقل الله وموجودة مع الله، مثل النور من النور. عندما نأخذ نور من هذه الشمعة تبقى الشمعة موجودة فيها نور إلى أن تنطفئ مدة معينة، لكن الرب يسوع لا ينطفئ، يبقى دائما مع أبيه السماوي وروحه القدوس. فهذا هو إيماننا، أن الرب يسوع الذي ولد وتجسد ومات وتألم ومات وقام وصعد، هو نفسه عندما تجسد وولد وتألم هو نفسه موجود مع أبيه في السماء يدبر ويدير العالم. لم بتجسده لم يفارق أبيه السماوي وروح القدوس، هم دائما مع بعضهم، لهم جوهر واحد وذات إلهية واحدة، ولكن مثلث الأقانيم، أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس. فقبل أن يخلق الله تعالى الثالوث الأقدس، قبل أن يخلق الإنسان، عرف الله تعالى والثالوث أن الإنسان سوف يخطئ، ذلك دبر له خطة الخلاص. فجاءت النبوات وجاءت الإشارات بعد أن أخطأ آدم وحواء، يشجع الله تعالى على لسان الأنبياء والرسل والملوك والقضاة، يشجع الناس أن يبقوا ثابتين على الرجاء والإيمان إلى أن يأتي ملء الزمان فيولد الرب يسوع تحت الناموس من امرأة، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. إذن رغم أن الله عرف بعلمه السابق أن الإنسان سوف يخطئ، ولكن لم يتركه للهلاك، إنما دبر له خطة الخلاص. وليس هذا فقط، إنما أعطانا أكثر مما كان لدينا في جنة عدن. أين هو المستوى من جنة عدن الأرضية والفردوس السماوي وملكوت الله السماوي؟ لذلك لماذا ولد المسيح ولماذا جاء ونحن نحتفل في كل سنة بميلاد الرب يسوع؟ سنوات طويلة أصبح لها أكثر من 2000 سنة، وربما 100 سنة أخرى أو 1000 سنة أخرى، لا نعرف ذلك الأمر إلى أن يأتي الرب يسوع. لكن كل ذلك كان مهم جدا لكي نحتفل ونعيش ميلاد الرب يسوع ونعيش التدبير الإلهي، أي المحطات الإلهية التي فعلها الرب يسوع بمعموديته وصومه وتدبيره الإلهي ومعجزاته وتعاليمه إلى أن وصل عيد الشاعنين والآلام والصلب والموت والقيامة والصعود وحلول الروح القدس. كل هذه التدبير الإلهي والمحطات في سيرة الرب يسوع المسيح مهمة جدا لكي نعيشها، ابتداء من عيد ميلاد الرب يسوع لكي يولد المسيح في قلوبنا وعقولنا وحسيسنا، ونعيش معه ونسير معه إلى نهاية صالحة كل أيام حياتنا بقدر ما نستطيع بكل طاقتنا. حتى لو لا سمح الله انحرف البعض أخطأ البعض، فلنقم بسرعة، لأن المؤمن بالله يسقط 7 مرات في اليوم ويقوم، لا يبقى ساقطا. ليس المهم أن نسقط، ليس هناك أي إنسان أن لا يسقط، كلنا نخطئ حتى بتفكيرنا، وليس خطايا فعلية مجسمة وواقعية على الأرض، إنما نخطئ بتفكيرنا أيضا بأحاسيسنا. فيجب أن نقوم بسرعة ونقدم توبة ونصلح من أفكارنا ونجعلها طاهرة مقدسة بقدر استطاعة كل إنسان. ليس هناك إنسان كامل على الأرض إلا ربنا يسوع الذي كان بلا خطيئة. إذن مجيء الرب يسوع كان مهما جدا لكي يخلصنا من خطيئة آدم وحواء، ويحملها هو على أكتافه ويموت بدلا عنا، لأنه حتى لو نحن متنا آلاف المرات لا نفي لعدل الله حقه، سوف نبقى في الخطيئة ونبقى عبدا لإبليس. لذلك لم يكن هناك لا نبي ولا رئيس ولا قاضي ولا مسؤول ولا أي إنسان يستطيع أن يكفر، أي أن يقدم ذبيحة يرضى عنها الله. يجب أن تكون الذبيحة بلا خطيئة وبلا عيب، وكل البشر فيهم عيب وفيهم خطيئة آدم وحواء، إلا الرب يسوع الذي تجسد وأخذ جسدا بشريا لأن الروح القدس طهر الأحشاء، فبقي الرب يسوع بدون خطيئة آدم وحواء وقدم ذبيحة على الصليب بدون خطيئة. لذلك الآب السماوي رضي عن ذبيحة ابنه
وغفر خطايا كل البشر، لأن المسيح مات نيابة عن كل البشر. فلو لم يأتي المسيح لبقينا عبيدا لإبليس، بقينا نعيش في أوحال الخطيئة. لكن جاء الرب يسوع وأنهضنا وأقامنا من أوحال الخطيئة، وغسلنا غسلا نظيفا بمياه المعمودية والميرون المقدس الروح القدس وجسده ودمه عندما نتناول القربان المقدس. وليس هذا فقط، كانت الطبيعة البشرية قد فسدت، ذلك جاء الرب يسوع وجدد خليقة الإنسان بالمعمودية وبالتناول، وأعطانا نعم وبركات كثيرة جدا لكي نبقى ثابتين مسلحين بالإمكانيات الروحية، نحافظ على معموديتنا، على إيماننا، على تناولنا القربان المقدس، على هذه البركات والأسرة التي أخذناها ونأخذها في كل يوم مناسبة، إلى أن نصل إلى آخرة صالحة يرضى عنها الله. وحتى لو صدف وأخطأنا يوما ما، أو انحرفنا أو انحرف البعض يوما ما، علينا أن نعود بسرعة إلى الطريق الصحيح وننبذ كل العيوب والشوائب والأخطاء وعداوات إبليس والكراهية وهذه المصائب التي تعرفونها الكثيرة جدا، التي يشوش بها إبليس أدمغة الناس وعقولهم ويغير عقولهم وأفكارهم، ويجعلهم يبتعدون عن الكنيسة، يبتعدون عن المسيح، يبتعدون عن الإيمان، ويسألون أسئلة جاهلة جدا. قبل أن نسأل علينا أن نؤمن بالمسيح، أن نتعمد، أن نتناول، وبعد ذلك نسأل الأسئلة، سوف تكون الأجوبة سهلة جدا. ولكن إن كنا بعيدين عن الرب يسوع فلا نأخذ أي جواب يشفي غليلنا ويعطينا الوجبة الصحيحة. فعلينا أن نتقرب أولا، أن نحترم ربنا، أن نحترم فداءه، ولادته، تجسده، موته، قيامته، ونقدم له الخضوع اللازم. بعد ذلك نطلب ما نريد. فحتى لو كان أحد الأبناء خارج البيت يعيش خارجا ويريد أن يأخذ ميراثه من أبيه، إن لم يرجع كيف سوف يأخذ الميراث وحصته؟ فعلينا أن نعود أولا مثل الابن الضال، وبعد ذلك سوف ينتظرنا الآب السماوي ويعطينا كل ما نريد، يجعلنا ملوكا وأمراء في بيته. فلا نخسر هذا الرجوع ولا نخسر هذا الميراث وهذه البركات، ابتداء من عيد ميلاد، وابتداء من أول يوم السنة، وأفضل نبدأ من اليوم لكي نعود إلى ربنا يسوع المسيح. فالله تعالى عندما أخطأ الإنسان أعطاه الوعود والرموز والإشارات، لا تخف ولو أخطأت سوف أكون معك، وأعطاه نبوة عندما قال الله للمرأة وأضع عداوة بينك وبين للحية، بينك للشيطان، بينك وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها، فهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقيبه. أي انتظري يا حواء ويا آدم، سوف يأتي من نسلك يا حواء ومن نسلك يا آدم من يقضي على إبليس وعلى الخطيئة وعلى الموت. وفعلا جاء ربنا يسوع من نسل أمه السيدة العذراء، أي من نسل حواء الأم الأولى، وخلص حواء وأزال عنها اللعنة والخزي والعار بابنتها السيدة العذراء التي حملت الرب يسوع المسيح 9 أشهر وأعطته من حليبها ومن دمها، فولد إنسانا كاملا وتجسد وخلصنا. آيات كثيرة ونبوآت كثيرة في العهد القديم، خاصة آية إشعياء النبي في الإصحاح 9 العدد 6، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وكل الأنبياء والرسل الروح القدس تكلم على لسانه، فكتبوا لنا وكتبوا للشعب العبراني الإسرائيلي أولا، ثم كتبوها لكل شعوب العالم، لكل من يؤمن بالمسيح، إن الرب يسوع سوف يأتي. فجاء الرب يسوع، ونحن نقول الآن بعد 2000 سنة جاء الرب يسوع وخلصنا،
وننتظر مجيئه الثاني على السحاب، ليس على الأرض. سوف يأتي على السحاب فقط خلال لحظات، نتغير، الأحياء يتغيرون والأموات يقومون، وننضم لمواكب ربنا يسوع في السماء. بعد أن يأتي الرب يسوع على السحاب ليس هناك حياة على الأرض، سوف يزول ويضمحل كل شيء في الأرض وفي السماء، وينقلنا الرب يسوع إلى سماء جديدة وهي ملكوت الله، المقر النهائي للأبرار والصالحين. أما الأشرار فسوف يفقون هنا على الأرض في نار جهنم، يتعذبون ليلا ونهارا، وليس يوم شهر سنة، إنما مليارات السنوات يتعذبون، والصالحين في السماء مليارات السنوات يسعدون بالسعادة والميراث الأبدي وبالتسابيح الله مع الملائكة والعذراء والقديسين. فنشكر الله لأنه تجسد ربنا يسوع المسيح وخلصنا. عندما نقول الله نقصد الآب ونقصد الإبن ونقصد الروح القدس، لأن ثلاثتهم الثالوث الأقدس هو الله بالذات، لهم جوهر واحد ولهم ذات إلهية واحدة. سوف نرتل الآن أيضا تراتيل كثيرة بعيد الميلاد، ولكن قبل أن نرتل طلب مني أبناء الكنيسة هنا في البرازيل أن أقول بعض الكلمات التمنيات بالعيد والعام الجديد باللغة البرتغالية البرازيلية، لكي بعض منهم جاء من 50-60 سنة لا يفهمون العربي كثيرا، لكي نقول لهم هذه التهاني بعيد الميلاد ورأس السنة باللغة البرتغالية. Queridos irmãos, desejo para vocês Feliz Natal, Prospero Ano Novo. Precisamos que o ano 21 seja abençoado, cheio de paz, de amor, de fé e de alegria. Espero contar com vocês aqui na casa, esta casa aqui, com muita frequência, veremos vocês sempre nas nossas igrejas aqui, nas igrejas São Paulo, no Campo Grande, Belo Horizonte, em Curitiba. Deus abençoe todos vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. والآن سوف نكمل التراتيل بهذه المناسبة الميلادية الممتعة. تلتو يلدت دمارا توني زلنت باقي بي قاشيش من دور دبع زرور كريخ صبو عاتق يوم تودي لتبثلتو قابو رودة قل طور زايحت علايمتو هو يوهب لحم لكفن وينق حلب أخشب رو برود ليت وليش ورويو صبو وهو ليش ورويو وثل مولود شلو مولايت لهم هلل 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 ومار هللويا أخمو دهلو يروع وطو بغوبة الحيم زمر 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 ومار
عاوتا بغوبة لحم شيحو اتيلد بغوبة لحم ومن مادن حو مغوشة تولي قوري مشالين وامرين ديكو اتي لد ملكو دلش لومي اثين نبروكو نسغو كوكب نهر مغوش استبرد هبت لحم شرو ملك هود ثيلت هو ايتو يلدو هو وسمحوا كلهن عامي تو نبروكو نسغود لهم ما نبار ما نمو هودتي لد من مريم إتوالهم دمن عله شرير لعظاله تحت برنوشه حرموا أين تبص إليم طيسان وطيان تلاتيون فياتهم وابعوا بين فاروغ شبير قد ميت طعين لشمويل ومسعيت طعين ليوحان هيدت لا تطعين لي الهوضة طعين بريوتو. أجل أيها الأحباء في هذه التراتيل التي رتلناها التي كتبها آباؤنا القديسون من روح الإنجيل من نصوص الإنجيل تكلموا فيها عن المجوس. والمجوس كما تعرفون أو يعرف بعضكم هم من الذين كانوا يعبدون النجوم والأفلاك ويترصدونهم ليلا ونهارا يراقبون النجوم. فظهر لهم نبيهم بلعام بن بعور من أيام موسى النبي وتنبأ لهم قائلا سوف ترون نجما غريبا بعد سنوات طويلة فاتبعوا هذا النجم لأن هذا النجم سوف يقودكم إلى ولادة ملك الملوك فاذهبوا إليه واسجدوا له وقدموا له هدايا ثمينة. أجل أيها الأحباء
عند ميلاد ربنا يسوع المسيح، أو كما يقول الآباء قبل سنتين، خرج المجوس بعد أن رأوا ورصدت رصدوا نجما غريبا، فتبعوا هذا النجم ليلا ونهارا، كان يقودهم في الليل والنهار، عندما يتوقف يتوقفوا، إلى أن وصلوا إلى أورشليم فاختفى النجم، فدخلوا يقولون: أين هو ملك اليهود ملك الملوك؟ لقد رأينا نجمه وجئنا لنسجد له. فارتجت المدينة، لأنهم كانوا قوما كبيرا جدا، ليس فقط ثلاثة ملوك، إنما كان معهم حاشية عظيمة. وعندما يدخل جمهور كبير جدا في مدينة، فإن المدينة كلها سوف تعرف، ويحدث ضوضاء وإعلام، وكل الناس يعرفون، حتى وصل الأمر للملك هيرودس، فطلب، يقولون له: أين هو ملك اليهود؟ فطلب هيرودس الكهنة ورؤساء الشعب: ما هذا الأمر؟ أين يولد ماشيحا؟ فقالوا له: في مدينة داود بيت لحم، لأن ميخا النبي يقول قبل ميلاد الرب يسوع المسيح بحوالي 500 سنة: وأنت يا بيت لحم لست الصغرى، لست صغيرة بين رؤساء يهوذا، ولكن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. فتعرفون القصة كيف قال: استدعى هيرودس المجوس سرا وقال لهم: اذهبوا، وعندما تجدون الصبي تعالوا اخبروني لكي اذهب انا واسجد له. وكان يفكر بخداع ومكر لكي يقضي على الطفل القدوس. فعندما خرج المجوس من اورشليم، ظهر لهم النجم وقادهم الى بيت، حيث كان هناك الطفل ربنا يسوع المسيح وامه ومار يوسف. فدخل المجوس وسجدوا له، اول ما عملوه سجدوا له، كان في احضان امنا القديسه العذراء، لم يستنكفوا ولم يتراجعوا عندما راوا هذه العائله البسيطه والطفل البسيط بلباس بسيط، انما نسيوا كل شيء وتذكروا ان النجم يقول لهم: هذا هو ملك الملوك. فسجدوا له معترفين به الها ونبيا وكاهنا، وانه سوف يتالم من اجل خلاص جميع البشر. قدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. فعلينا أن نقدم كل حياتنا لله، هذا يدل على الذهب أثمن ما عندنا، نقدمه لله أثمن ما عنده حياتنا وقلبنا وعقلنا وحواسنا. ثم عن طريق الكهنوت نصلي دائما في كل يوم، لأننا بالصلوات نلتقي مع ربنا، وأيضا بالجهاد والأعمال الصالحة نتقرب إلى الله ونخدم أخوتنا في الإنسانية. ثم ظهر الملاك في حلم للمجوس: لا ترجعوا إلى هيرودس، اذهبوا في طريق أخرى. تصوروا أولا النجم الغريب، وطبعا النجم يقول لأباء أنه كان عبارة عن ملاك وفيه صورة الطفل يسوع والعائلة المقدسة، لكن النجم يبقى نجما، هو قادهم أولا إلى ملك الملوك، وعندما سجدوا له وآمنوا به وقدموا أثمن ما عندهم، أي تقريبا يعني أصبحوا مسيحيين، عند ذلك استحقوا أن يوحي لهم الله عن طريق الملاك. فتصوروا مكانتهم، أصبحت تقريبا مثل مار يوسف أبو ربنا يسوع وخطيب العذراء، أوحى إليه الله في حلم لمار يوسف، وأوحى للمجوس أيضا، فمرتبتهم أصبحت عالية جدا لأنهم سجدوا للطفل يسوع وآمنوا به وقدموا هدايا. ونحن الآن نسأل أنفسنا: هل نحن مثل المجوس؟ هل نسجد للرب يسوع أم نتشكك في كل يوم؟ وتأتي إلينا أسئلة كثيرة جدا، خاصة لشباب اليوم وبعض الفلاسفة والمتفلسفين. نعم، نحن أخذنا شهادات لكي نتقرب للرب يسوع أكثر، لا أن نأخذ شهادات والشهادات تبعدنا عن المسيح. أبدا، ما منفعة الشهادات والبروفيسورية والدكاترة، ما منفعة الثقافة إن كانت تبعدنا عن المسيح؟ لا منفعة لها، سوف تبقى معطل لنا، عارا علينا. فعلينا أولا
أن نؤمن بالرب يسوع ونسجد له ونقدم كل حياتنا للرب يسوع. كل حياتنا تكون حياة صلاة وطهارة وقداسة وأصوام. كل حياتنا تكون أعمال صالحة. لا نتوقف عن الخدمة وعن المسامحة وعن المحبة وعن مساعدة جميع الناس. لا نكون مسيحيين إن بقينا في بيوتنا نعيش في الأنانية هكذا، إنما بما أن المسيح قد أعطي لنا وتناولنا فعلينا أن نكون مثل الماكينة المتحركة لا تتوقف أبدا 24 ساعة في اليوم. يجب أن نخدم ونصلي ونساعد ونخرج ونزور المرضى والمحتاجين والمعذبين في السجون، الأرامل والأطفال، ونعمل كل الخدمات لأننا فقط مسيحيين، واسم المسيح قد دعي علينا ودم المسيح يجري في عروقنا وعقولنا، فعلينا دائما أن نخدم ولا نتوقف لكي نصل إلى مرتبة المجوس بعد أن سجد للرب يسوع ومرتبة مار يوسف. وبالطبع نحن بما أننا اعتمدنا وأخذنا جسد المسيح نحن في مرتبة أعلى جدا من الذين عاشوا في العهد القديم، ولكن علينا أن لا نفرح بهذه المرتبة، علينا أن نحافظ عليها وننميها ونزيدها لكي عندما نصل إلى آخر يوم في حياتنا يرضى عنا الله تعالى ويرفعنا إلى فردوس السماوي. إذن أيها الأحباء، هذه آيات وصلوات وتراتيل مهمة جدا، آباؤنا كتبوا فيها معاني عظيمة جدا. تصوروا التراتيل الأولى التي رتلتها، وهي من التراتيل الفريدة جدا في كنيستنا، يتكلم آباء الكنيسة على لسان العذراء مريم. وكما تعرفون السيدة العذراء أم الله أم النور كانت 99% صامتة لا تتكلم، فقط تصلي وتطلب من ابنها أن ينجي الكنيسة في زمن حياتها وفي كل الأزمان، ويحفظ الرسل والآباء والمؤمنين وأبناء الكنيسة دائما. لكن مع ذلك أراد آباء الكنيسة أن يتكلموا على لسانها. مانيت أخوت تقول العذراء: هل هناك أي إنسان، هل هناك أي امرأة مثلي قوية جدا؟ رغم أنها كانت متواضعة كثيرا، لكن الآباء يقولون: تكلمي يا عذراء، هل هناك امرأة أو رجل مثلي قوي؟ لقد كنت قويا جدا. لكي لماذا؟ لكي لأني حملت حامل البرايا، كلمة الله الذي يحمل العالم والأكوان على أكفه، أنا حملته نظرا للنعم الإلهية التي كانت فيه والتي أغدقها عليه روح القدس، البرارة والقداسة والتواضع والخضوع والصلوات الدائمة والوداع، كل هذه جعلتني مستحقة أن أحمل حامل البرايا. فمن يستطيع مثلي أن يكون قويا ويحمل الرب يسوع؟ كلمات عظيمة جدا، وربما الأخوة والأحباء كتبوها لكم على الشاشة المعاني، ولكن نقدر أن نجيب على السيدة العذراء ونقول لها: نعم يا أمنا العذراء، أنت حملت الرب يسوع 9 أشهر وعشت معه 33 سنة، لكن الرب يسوع نفسه قال: من أمي ومن إخوتي؟ من الآن وصاعدا أن أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويفعلون به. أي الرب يسوع أعطانا نحن أن نحمله، ليس فقط 9 أشهر في قلوبنا، وليس فقط يعيش معنا 33 سنة كما عاش مع العذراء، أو هي عاشت بعد ذلك ربما 20 سنة أيضا أو أكثر أو أقل، لكن الذي يعيش 90 سنة يستطيع أن يحمل الرب يسوع داخله منذ يوم المعمودية، يوم التناول، إلى أن عاش 90 سنة أكثر أو أقل، يستطيع أن يعيش ويدخل الرب يسوع بالتناول إلى قلبه وأحشائه. فربنا يسوع يقول: صحيح أن أمي حملتني واهتمت بي، لكن أنا من الآن وصاعدا أعطي لكل إنسان يؤمن بي
ويعتمد بي أن يحملني طوال العمر. فنستطيع نحن، أصبح بإمكان الإنسان أن يحمل الرب يسوع في قلبه وفي عقله وفي أحاسيسه ونفسه طوال العمر. فتصوروا هذه النعمة العظيمة التي أعطاها لنا الرب يسوع. فمن يستحق أن يحمل الرب يسوع؟ فعلينا دائما نتسارع ونتسابق لكي نقدم توبة وندامة أمام الكاهن الشرعي يوم الأحد، لكي نتناول الرب يسوع ويأتي ويسكن في قلوبنا ونحمل الرب يسوع طوال أيام حياتنا. نكمل التراتيل في هذه الأمسية، لا نريد أن نطيل عليكم، لأنه ربما بعض المؤمنين يفضلون أن تكون القداديس أو الأمسيات قليلة جدا، رغم أنهم لا يتعبون، فقط يسمعون، والبعض منهم يشارك أهلا وسهلا، رغم أننا نحن نتعب أو الكهنة عندما يقدس ويتعب، لكن مع ذلك سوف نحاول أن نختصر الأمور. من أبو مرد نحلان ومن بدا ويد فاروقه من بيت الحمل أحمد حايل عامد هاي من بي صغيد أبو تشادر لبري بريخو يمري مديلتي طوب العيد تقابلت هزم راش بحوم على بيت الحيم دي هودا عبريت قولوا دنصروتو شمعت حبيبتهم واحدا دمر قلد مريم دم نصر لبرو شفر له خبير و أهويت مخدا بخمان أمو إي مخل رغيش أمو فقود لسرافي طولن قفيهمون بقوديهن وبسدريهن هولاليهن وبقود شيهن فقود لالماخ تبروك تسغد لاماخ تيت الحال بول هاي نورا دحزا موشي عال طور دسيناي بريخو دشباق مركب تبرا وماما بمعرت أور يغبولي هاليلويا ويتو المولاد. أرعيم بفرتق الحد وفصيحه دي لدلان بمعرت أمور يوم شيحو أرعيم بفرتق الحد وفصيحو
ديل دلان بمعرتا مريم شيحا شبح لاله برومة والارعى شينا وشلومة وحادو تلكو لعلما يونسقا شابيرا شبرونا طابا ألوه شريرا فرق ربا من روم عيلو يزمر حيلوتو من عمق تحت يروعوتو من روم عيلو يزمر حيلوتو من عمق تحت يروعوتو شبح لاله برومة والارعى شينا وشلومة وحادو تلكو لعلما يونسخ شابيرا شابرون طابا الله شريرا فرق ربا يونس شابيرا شابرون طابا الله شريرا فرق ربا. أجل أيها الأحباء ما أجمل هذه المعاني. يقول الآباء لقد مرينا على بيت لحم وسمعنا هناك أم تغني لطفلها الحبيب ربنا يسوع المسيح بألحان شجية والملائكة تسبح والرعاة يأتون أيضا وينشدون ويخبرون بما أخبرهم به الملاك والجميع يرنمون ويسبحون الله. وأيضا العذراء مريم تقول له يا ابني يا ربي وإلهي وخالقي أؤمر أنت فقط تستطيع أن تأمر الملائكة. صحيح أنا أحملك وأنت في حضني لكني لا أستطيع أن أرضعك. الملائكة يلتفون حولك على الأرض هنا داخلي. أؤمر أن يتوقفوا قليلا، أن يبتعدوا قليلا، أن يعطوني حرية قليلا لكي أستطيع أن أنا أيضا أن أسجد لك وأسبحك، لكي أستطيع أن أرضعك الحليب كما حدث في أيام موسى النبي عندما ظهر له الله وكلمه الله في العليقة وقال له اخلع نعليك من رجليك لأن المكان الذي تقف فيه هو مكان مقدس. فأنت النار الملتهبة يا ابني وحبيبي وإلهي، اسمح لي أن أرضعك. صحيح أنت تدبرني وتدبر كل الخلائق في العالم، لكن بما أنك ارتضيت وتجسدت فاسمح لي. ابعد الملائكة قليلا، لا يعطوني مجالا لكي أستطيع أنا أيضا أن أسبحك وأسجد لك وأعطيك هذا الحليب المقدس. إنك يا ربنا يسوع المسيح الذي تركت تسابيح الملائكة في السماء وتجسدت وولدت، لكن الملائكة لم تتركها فجاءت بأجواق مؤلفة بمئات الآلاف والملايين وتتبعك أينما تذهب، وهي الآن موجودة في المذود، موجودة في المغارة، وتلتحف بك وتخدمك وتسجد لك، لأن الملائكة في السماء لا يستطيعون أن يروا وجه الله، وجه الرب يسوع، وجه الروح القدس، وألا سوف يحترقون. لذلك عندما يمر الله أو يقترب من الملائكة فأقرب ملائكة لله تعالى هم السرافيين، لهم ستة أجنحة كما عندما نصلي في القداس، المسدسة أجنحتهم أو ذوي الستة أجنحة، بجناحين يغطون رأسهم وجناحين يغطون أرجلهم وجسمهم وبجناحين يطيرون ويسبحون قائلين قدوس قدوس الله
الذي يملأ الأرض والسماوات من مجده. فكما يقول أيضا الملاك جبرائيل: لقد تركت الله في السماء وأتيت لأبشرك أنك سوف تصبحين أما لله، وعندما قبلت البشارة وخضعت وقلت ها أنا آمة للرب، الملاك جبرائيل يقول: لقد رأيت الله عندك. قبل قليل تركته في السماء والآن أراه عندك. فتصوروا هذه التعابير والمعاني السامية التي سجلها لنا آباء الكنيسة في التراتيل والصلوات التي نصليها في عيد الميلاد وفي كل الصلوات مساء وصباحا في أيام الميلاد والأيام الأخرى السيدية. لذلك كلها موجودة في اللغة السريانية، فنتمنى من الآباء أن يترجموها إلى اللغات الأخرى، وإلى أن يترجموها نتمنى من كل أبناء الكنيسة أن يتعلموا لغة ربنا يسوع ولغة أمنا العذراء ولغة الآباء الرسل ولغة خلفائهم الآباء البطاركة والمؤمنين حتى القرن الثالث عشر سنة 1200 وطالع كانت اللغة السريانية منتشرة في كل الشرق الأوسط، إلى أن جاءت الفتوحات الإسلامية فضعفت وقلت شيئا فشيئا، إلى أن هجم البرابرة وتيمور لينك وهولاكو وقضوا على الأخضر واليابس ودمروا كل شيء، ولم يبقى إلا أنفار قليلة وكنائس قليلة في الشرق، قتلوا كل المسيحيين مع الأسف. لكن مع ذلك كنيسة المسيح تبقى حية، أبواب الجحيم لن تقوى عليها، ولو قلت الكنائس ولو قلوا المؤمنين لكن يبقى المسيحيين دائما لا نخاف، يبقى المسيحيين دائما هم الملح الذي يملح الطعام كله. فإن كان الطعام كثيرا 90% أو 95% فأنه في كل طعام يجب أن يكون هناك قليل من الملح، وهذا الملح هو الكنيسة المسيحية، هو الشعب المسيحي بأسرار الكنيسة التي نأخذها وبالتناول والمعمودية نستطيع أن نملح زناخة البشر الموجودين وأدناس البشر الأديان الأخرى، ونجعلهم يتطعمون طعم الرب يسوع البنفسة الزكية وتعاليم الرب يسوع، ويأتون ويتحولون إلى الإيمان والاعتراف وتناول القربان المقدس والمعمودية. فدور الإنسان المسيحي عظيم جدا، خدمتنا عظيمة جدا لا تتوقف، علينا دائما أن نسبح الله ونصلي ونخدم الآخرين وندعوهم، ليس فقط بالتبشير، ندعو الآخرين الغير مسيحيين ليس فقط بالتبشير، ندعوهم بأمانتنا وصدقنا واستقامتنا وكلامنا الطيب البعيد عن الغش البعيد عن الكذب، في قومنا قعودنا تصرفاتنا كل ما نقوم به يكون حسنا لكي يرى الناس الغرباء أعمالنا الصالحة فيمجدوا أبانا في السماوات. لكن بالعكس، إن لم تكن أعمال وتصرفات بعض المسيحيين جيدة فأن الغرباء يبتعدون عن المسيح وربما يكفرون بالمسيح لا سمح الله. فكل ما كنا قريبين من المسيح كلما كانت أعمالنا صالحة فنحن نجذب الآخرين، نجذب أولادنا وبناتنا أولا في البيت والأهل والأقارب لأننا نكون مثالا طيبا، ثم نجذب البعيدين الآخرين من غير المؤمنين إلى الإيمان بربنا يسوع المسيح. طبعا التراتيل كثيرة جدا، ولكن نرتل بعض التراتيل بشكل سريع. عيرو من رومو أيتي لسبرتو علملت دا بودي لد بمعرتو برومو تشبوحتو على رعوش لومو أفسبرو طوبو نسجل نشوتو تغمي عيلو يتزي ونورو نيي بزا
زوحم هلين واو بشمي اوفرتو شبح لها وعولو تقاشش من دوري ضصبه وبحوبه ودنح من شبرتو برومو تشبوحتو وعلى رعوش لومو أفس بروتو بونس قلنو شوتو ما لخو من شليو نحتو من رومو وسابر بحش خد لليو حادو طلع العلماء اتي لد الخون يومنا فاروق ومدبرنا ها تحزن عولار مبمعرتو تشبح طلاله برومه بار عشينا وشلومه صبر لنا شوتو زوح تغمد نوراني من رومي دلعيل وعامك نشع عفروني بروز هليل لمشي حمستك يونو ملت دبوش ما يونو داس بوتي لد بغاو فرتو تشبح طلالو هبرو مبار عشينا وشلومو حدوتو الكل علمو توني مرطوبة الهوي مريم مجازيت دعت رات برمارا ربطوا وشبيح دخرانا كل عام نور بون الخلاصي هي مريم مرات دلينت لنا طوبة كل هن شربته الماء نطعينا نتل طوبة زمنتا حوبتاي الفاروشيم المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة أو كما نصلي بالسرياني الرجاء الصالح لبني البشر. أجل أيها الأحباء السيدة العذراء تقول ومن الآن تطوبني كل الأجيال. تنبأت العذراء لأن الروح القدس حل عليها فنطقت قائلة
تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أعمته، فهو منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. أجل أيها الأحباء، نرتل مع الملائكة هذه الترتيلة، المجد لله في العالي، ونصلي قائلين: في عيد ميلادي الوحيد قوموا امدحوا الطفل الفريد وهللوه بالنشيد وسبحوا الرب الإله. اليوم وفانا المسيح، قد ولد الراعي الصحيح، استقبلوه بالمديح ورنموا في ملتقى. قد جاء منقذ البشر، بشرنا نجم السحر. قوموا اسرعوا اقتفوا الاثار، زوروه وانظروا سنا في بيت لحم قد ولد، كما النبي قد وعد، متخذا حقا جسد من جسم أم مصطفى، مع الرعاة أسجدوا مع الملائكة حمدوا، مع المجوس اعددوا هدايا القلب للإله. ألا انشدوا هاليلويا، ألا اصرخوا هاليلويا، ورنموا هاليلويا، هاليلويا لذا الإله. وفي نهاية هذه الأمسية، وبما أننا غدا بالليل سوف ندخل العام الجديد، ربنا يجعله عاما مليئا بالبركات السماوية ونعم ربنا يسوع وبالأفراح الحقيقية والسلام العادل والشامل والاستقرار في كل بلاد العالم، وربنا يقضي على هذا وباء كورونا ويزيله عنا كما سمح به، نطلب منه أن يزيله عنا. وتقريبا أغلب البشر تعلموا الدرس من هذه التجربة القاسية وهذا الوباء. كنا نسمع عن الوباء في قصص الآباء وفي الكتاب المقدس، ولكن الآن في هذه السنة 2020 رأيناه بعيوننا وأحسسناه وعشنا به وتألمنا به. لقد جعلنا نركع في بيوتنا وننزوي في بيوتنا وننغرس في بيوتنا خوفا من هذا الوباء الذي حصد مئات الآلاف بل الملايين بالأوجاع والأمراض، وقتل مئات الآلاف، وربما يصبح يقتل في النهاية أكثر من مليون. فنصلي اليوم هذه الترتيلة
لكي يبارك الله تعالى مدخلنا في العام الجديد ويكون معنا ويرافقنا ويرعانا في العام الجديد ويشفي كل المرضى والمصابين. الكثير من أبناء الكنيسة أصيبوا به، ليس فقط أشخاص، سمعت عن عائلات كاملة أصيبوا به. فربنا يقوي الجميع ويشفيهم وينجيهم من هذا المرض، من هذا الوباء كوفيد-19، والآن أصبح كوفيد-20، وربما يصبح كوفيد-2021 لا سمح الله. فربنا يشفينا من هذا وباء كورونا بمختلف منوعاته وتعدداته وتحولاته وتقلباته. ربنا يشفينا من هذه الأوبئة ومن كل الأمراض والشرور، ويجعلنا بصحة وعافية. نهتم بصحتنا الجسدية وصحتنا الروحية لكي نقف أمام الله ونصلي إليه ونطلب منه ونقدم توبة ونملأ الكنائس، لا نكون ضعفاء بسطاء تصيبنا هذه الأمراض ونحن لا ننتبه لا على صحتنا ولا نهتم بصحتنا الروحية والجسدية. فيجب على المسيح أن يكون قوي دائما، منتبها منتصبا، في كل يوم يصلي، في كل أحد يأتي الكنيسة، ولا يترك عبادة الله، ولا يترك القربان المقدس والتوبة والتناول. إذن أيها الأحباء، نصلي هذه الترتيلة الختامية. يا إله الكون بارك مدخل العام الجديد بسرور وحبور ولقى الحظ السعيد. أجزل الخيرات فيه والعطايا والنعم، وابعدن عنا الرزايا والبلايا والنقام، وابعدن عنا الرزايا والبلايا والنقم. لك نهدي يا إلهي عمرنا الفاني القصير، فاهدنا فيه لكي ما نقتفي خيرا المسير، فاهدنا فيه لكي ما نقتفي خير المسير. أجل أيها الأحباء، نشكر ربنا يسوع المسيح في كل لحظات وأوقات حياتنا، ونشكركم جميعا الذين تابعتمونا وشاركتم معنا فعليا بالتعليقات والآيات، وتفتحون الكتاب المقدس قبل ذلك، وتتابعون المواضيع، وتتابعون النبوات والآيات، فأصبح عندكم ذخيرة من الآيات والمواضيع والقصص والتدبير الإلهي. ربنا يبارككم ويحفظكم بالصحة والعافية، ويزيدكم عطايا وخيرات وصحة وسلامة وأمان، وينجيكم من كل الأمراض والعلل والبلايا والنقم وكل شرور العالم، ويجعلنا دائما نقف أمام الله بلا دنس، بلا عيب، بلا خطايا، لكي يتقبل منا الذبائح الروحية والتوبة والأخلاق الحسنة والاستقامة في كل أيام وأوقات حياتنا. فأشكركم كثيرا، وربنا يرعاكم في هذه السنة القادمة، وتكون سنة مليئة بالخيرات والبركات والعطايا. فكل عام وأنتم بخير، ميلاد ربنا يسوع المسيح يكون مباركا ومجيدا عليكم بالأفراح والمسرات وبالرجاء الصالح. نترجى ربنا وننتظره
بالإيمان والمحبة أولا وأخيرا. وكل عام وأنتم بخير، رافلون بأثواب الصحة والعافية والعمر الطويل والسعادة الروحية والسعادة الجسدية والسعادة النفسية التي تعذب كثير من الناس في هذه السنة. فنأمل من ربنا أن يسعدهم ويسعد جميع أبناء الكنيسة لكي نتنفس قليلا ونرتاح قليلا من هذا الوباء الخبيث. فربنا يبارككم، ونعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. فيليز ناتال، فيليز آنو نوفو، ديوس أبينسوي تودوس، ميري كريسمس، هابي نيو يير. اللهم بارك على الكوليخو نيتلخن حلمونو طوبو حينا غيري وشاتو بريختو وبطوبوتو وبحدوتو، وقالوه نهوي عمخون وتهوي هودي شاتو عسرين وحاد تهوي مليتو بشينو بشلومو وبطوبوتو وبحدوتو، وقالوه نهوي عميخون بشمودابو دبرو ودروحو حيو قديشو حاضلوه شاريرو امين. والآن ننتظر إلى أن يأتي الشماس ويقفل الفيسبوك، وإذا تأخر فسوف أنا أقوم للمرة الأولى لكي نطفئ الموبيل. يا الله.